نعم نعم، إذا نمشيو صغيرة، ناخذ اتصال على الخط. أم فردوس، السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، مرحبا بك معنا. تفضلي لاله، مرحبا. بارك الله فيك، الله يحفظك. كي داير انت لاباس؟ الحمد لله. أم فردوس مرحبا. بارك الله فيك أختي. بغيت نهضر معك على حساب الراجل ديالي، كنت هضرت معكم فايت مع عليه ولا راجلي. يعاود ذكرينا بالسؤال، الله يكثر خيرك. شنو السؤال؟ احتياجات خاصة. نعم، وشنو الطلب ديالك أو السؤال؟ السؤال ديالي كان رشدني الدكتور ميتوق فايتني على حساب سميتو واحد الورقة فيه بطالي صغيرة، مشيت لهذاك الضامن الاجتماعي اللي قال لي على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة. وما داروا معايا والو، ولاو عطوني واحد الشهادة، بقيت كنمشي ونجي شحال، ولاو عطوني واحد الشهادة على حساب كتشهد بين هو عنده إعاقة. اي هادي باش يبقى يتخلص، باش باه مات، باه ميت هي، باش بقيت تاخذي التعويضات العائلية عليه، وباش بقيت با كان مقيد في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. هو الراجل ديالي اللي علاش كنهضر انا، الراجل ديالي. راجلك الاحتياجات الخاصه، راجلك هو اللي صباح مدوي الاحتياجات الخاصه. مدوي الاحتياجات الخاصه زياده وحلوق هكا، زياده وخلق. وكان خدام ولا ما عمرو خدم؟ ما عمرو خدم مسكين. وما قلتلكش انا سيري الصندوق الضمان الاجتماعي. نعم، ما قلتلكش سيري الصندوق الضمان الاجتماعي. لا لا، هذه الاخرى نسيت انايا. التعاون الوطني، التعاون الوطني الله يحفظك. اييه، مشيتي لهم؟ مشيت وعطوني واحد الشهادة كتشهد بين هو عنده إعاقة. قالت لي واش كان قاري ولا كيدير شي صنعة ولا شي؟ قلت لها لا. وهي تقول لي ما يمكن لي نساعدك في والو، هاد الشهادة كتشهد بين هو عنده إعاقة. كيفاش أنت عندك شهادة طبية؟ عندك الطبيب ديالو عطيك واحد الشهادة بأن راجلك عنده إعاقة دائمة؟ راه هي مشيت للسبيطار كبير وعطوني واحد الورقة، مشيتها عمرتها عند هذوك الناس، دفعت لهم الأوراق وعمروا لي هذيك الشهادة، قالت لي هذه راه كتحمي. ودابا عاد غتدفعي الملف ديال الدعم. راه انا داك الشيء علاش بغيت نسولك اخويا، حيت ما عرفتش فين نمشي ولا فين نجي. داك الشيء علاش اميه ما كاينش مشكله، لان احنا موجودين من اجلك. الله يجازيك بخير اخويا. غتمشي للمركز التعاون الوطني، اين المدينه انت يا لاله؟ انا من قليل الصويره، من الصويره. غتسولي في المدينه على فين كاين مركز التعاون الوطني. اييه، وغتمشي في الصويره. ايه الله يبارك. وغتمشي عندهم تقول لهم الله يخليكم، انا راجلي مداوي الاحتياجات الخاصه وبغيت ندير واحد المشروع، نوقف انا وياه في المشروع. واخا الله يبارك. وغادي يقول لك هالوريقات اللي جيبي، وغادي يعاونوك باش يقول لك هالمشروع اللي يمكن لك ديري اللي يفيدك انت، باش يمكن لكم تاخذوا الدعم ان شاء الله. حيت عندهم بنيات وقاريين صغار عليهم، انا عندنا تماره وكنخدم عند الناس ونكافح عليهم، عندي بنتي عندها الاجازه في القانون. وتبارك الله، شنو كدير بعد ما خدات الاجازه؟ عندها الاجازه في القانون 3 سنين باش خدات، درك مازال ما خدامه. وما ما قراش في الماجستير؟ ما دارش السيف الثالث؟ لا ما دارتش. لا دوزت واحد سميتو ستاج ديال محمد، ولكن مازال ما جاب الله. ولكن واش كتقرا كتبحث وكتقرا ولا قرايه على قد الحال؟ كتقرا وكتبحث. حيت إذا كانت تتقرا، راه كاين المباريات اللي كيدوزو دابا ديال القضاء وديال المحاماة. المباراة تقيدتني فيها إلا جاب الله. إيوا الله يسهل، الله يسهل، الله يسهل. أمين أخويا، أمين يا ربي. الله يسهل، إلا قدر الله شي حاجة راه ساهلة إن شاء الله تجي. نعم الله خير ان شاء الله يا رب. باذن الله. زعما كافحنا ما عندوش هو، ما فحالوش، ما خدام، ما والو، حنا معاهم زعما قفيتهم. لا لا، راكي درتي، راكي درتي اللي ما قدروش يديروا الناس اللي عندهم الفلوس. إيه زيد، انا واقفه على قبلهم وكنطيح ونوض على قبلهم. راكي طحتي ونطي وكنتي امراه. بارك الله باش توصلي وليداتك وحده تاخذ الاجازه في القانون. وحده كتقرا تيدير التكوين في هادشي ديال هي الشركات. ايوا راكي درتي على اللي عليك، راكي درتي مجهود كبير ودرتي ووصلتي اللي ما قدروش يوصلوا له الناس، قلت لك اللي عندهم الفلوس وبطوموبيلاتهم وما خاصهم حتى شي خير وما وصلوا لهمش ولادهم للقرايه هكا. هذاك الشيء كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعوضوا باباهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حيت هو مسكين محقور، ما كيستافد حتى شي حاجه. وتقول ما محقورش يا لاله، عنده جوج بنيسات فنين بحال ديالك، بحال اللي تربيتيهم وعاونتيه، وعنده هذه المراه بحالك، فين محقور؟ راه صحيح ومحقور، راه صحيح وبمرته كتعطي قتله مرته. مسكين فاك الله. علاش تقولي على راجلك محقور؟ والله يجازيك خير. راه برجليه واقف وما عايش مزيان، هذاك تقولي عليه محقور. بارك الله، هذا الشيء ديال هذا الشيء ديال. لا ما تبقايش تقول له، ما تبقايش ديرو هكا، ما تبقايش تهضري هكا محقور. لا. يجازيك بخير. انت راكي عنده، غير انت بعدا انت اللي كتهضري على راجلك هكا
راه راجلك ما خصو خير حيت عنده مرا بحال هكا كتهضر عليه. الحمد لله الحمد لله والشكر لله اخويا. يلا ام فردوس تبارك الله عليك لالا، الله ينجح البنيات. شنو ما عجبكش؟ بالعكس سيده مناضله ما شاء الله كتقاوم وقرات البنيتات وصلتهم ما شاء الله، ان شاء الله غادي يشتغلوا الاكيد غادي حتى هما يخدموا ويعوضوا الاب والام ديالهم. لا ما عرفت علاش تعطيها الصفه ديال راجلي محكور، راه كاين راجل خدام قدو قداش وراه ما عندوش مرات تهضر عليه بحال اللي كتهضر. فين محكور هذا الراجل؟ هذا بالعكس راجل عنده نعمه في الدار. هي كيبان لها محكوره دكتور. لا خصها تخلص من هادشي هذا وتقول انا الحمد لله وليداتي قريتهم ومازال ان شاء الله كاين الامل في المستقبل ويمكن يكون هناك تعاون وطني يعطيو شي دعم ودير المشروع ديالها هي وراجلها. كاين الخير في الامام يعني، وخاصه تلقى المراه كتهضر هكا على راجلها، راه دير نعمه هذه، ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقال يا رسول الله ما هي الحسنه في الدنيا؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها المرأة الصالحة الزوجة الصالحة. الحمد لله سبحان الله. هذا الموضوع بديتي به وكتختم بها دكتور في الكواليس، بدينا به وكنختموا به على الهواء. صافي راكي إلى اللقاء دكتور.